السلام عليكم، كيف الحال؟ يعني يمكن ملاحظين صوتي متغير شوي، مريض، حلقي ملتهب، مش سناعة على صوت اليوتيوب. اوكي، نزلت عجلة حظ جديدة في اللعبة والكل فيه يشتري منها. خلينا نشيك عليها. في البداية عجلة الهالوين، هاي العجلة بمناسبة الذكرى الرابعة والهالوين بنفس الوقت. طيب حاليا العجلة هاي فيها أربع أسلحة ليجند، فيك تخلي فرصة سلاح تزيد عن الثانية. مثلا أنا مزود فرصة سلاح المادوكس. في عندك تحت زي علامة بطاقات، لو رحنا على الفعاليات وعلى متميزة حافظ على الإيقاع، كل تسجيل دخول يومي بعطيك 100 عملة، كل 100 عملة فيك تسحب فيهم سحبة مجانية، بالتالي يعني ممكن توصل معك لعشر سحبات. سلاح الليجند هو على 75 سحبة، فممكن بطريقة ما تحصل السلاح بشكل مجاني 100%. فأنا حاليا عندي خصم 400 بطاقة، الخصم بالتالي عمل لي ايش؟ خصم 200 سي بي، لانه السحب الواحد ب 50 فبستعملهم مباشره. طيب انا مستعد ادفع 3000 سي بي عشان اخذهم، يعني الاربعه، فخلونا نبدا. طيب في صندوق نشوف اول واحده راح نشوفها، ما بعرف شو اللي بيجمعوا حاليا. هو ايش في مظليه مش مهمه. طيب هاي الدراجه بصر في البتل رويال، بلش لنا اشياء مكرره. الاشياء المكرره بعطيني بدالها شو اسمه نقاط عشان افتح فيهم كمان صناديق. هسه بتشوف، شايفين المكرر، واحدة تكررت طلع لي بدلها 6 عملات. طيب انا لازم اجمع 100 عملة عشان يعطيني خصم 50 سي بي، ايش المسخرة هذه؟ بلشنا. طيب نظام وسخ الصراحة. اوكي العشرة تكرروا تقريبا كلياتهم، طلع لي 86 او 76، 76 عملة كمان مرة تكررن بدون اي شيء جديد غير صورة. طيب ما انا 100 خصموا لي 50، 450 سي بي. سكيب، سكينة يا عم، الصوت مزعج، ايش فيه؟ كمان 10، صرت فاتحة 40، هيك صاروا 50 ولا؟ هي رقصة، شيء مكررة، 54 عملة. آخر سحب معانا 50 سي في، شو راح تعطينا؟ المادوكس؟ يعني زودت فرصة الربح، يلي ما تخاف الله، زودت فرصة الربح للمادوكس، يلي ما بتستحي. طيب نكمل سحب 500. سكيب 116، حلو يا رب هيك بالغلط قبل ال 75 فتحة يطلع لي أي سلاح، يعني اخطأ اغلط ويعمل لك اشي. طيب اشياء مكررة 200 عملة خصم كويس، صرنا دافعين بحدود 6000 سي بي. يا رب بالغلط اعطيني سلاح 170، كأنه بلش يزود التسعيرة لأنه كل شيء تكرر تقريبا، كل حرفيا كل شيء مملوك، كل شيء 100 خصم 50، يا يعني أنا كذا استفدت إيه يا جدعان. سكيب، ها هاي هي، يا رب ما اكون فتحت 75 ويعطيني سلاح مضمون. يا رب يا رب يا رب يا رب. المادوكس قد ايه وصلت انا؟ لا هاي خلوني اسحب، بدي الهولجر، الهولجر كثير فخم. يا رب تحديد. طيب الهولجر في حوزتي باذن الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كود موبايل. هاي 400 سي بي، طبعا هاي اكثر اغلى عجله بحياتي بدفع عليها. 15 صرنا دافعين قد ايه؟ 8000 سي بي. حلو انه في خصم، يعني يا الله الوضع كارثي. خصم 450 سي بي، يا عمي خلاص الحمد لله ما انا دافع حقه. مش في هات لك سلاح يا زلمه بالغلط، شو قلي تحيه صحيح. طيب هسه سلاح مضمون، يا رب الهولجر، يا رب الهولجر، بالله عليك تعطيني بالله بدون اي كي. الحمد لله الحمد لله حصلنا على الهولجر. 3 أسلحة أسطورية بمقطع واحد، هل راح نجربهم كلياتهم؟ ما أعتقد. هيك بيكون صرفنا 10000 سي بي، يعني أنا هيك صارف 100 دولار، بالنسبة للناس اللي حساباتهم غالية يعني بدهم 20000 سي بي عشان يصرفوا هاي الأشياء، بعجلة حظ واحدة. حتى إنه حصلنا الـ SKS. قد إيه صار عندي سلاح أسطوري؟ خلينا نشيك. اكتبوا لي في التعليقات، شو رأيكم؟ نكمل عليك إيه؟ ما هو راح يكون سعره مخفض يعني، وخصوصاً إنه هذا أول سكن ليجند في اللعبة. فسلاح الاي كي يعني، فسلاح الاي كي يعني ما بيكلفني يمكن 2500 3000 سي في. فشو رايكم نحصل سلاح الاي كي ولا لا؟ حاليا نروح على البروفايل تبعنا او المجموعه. اوه صار عندي 95 سلاح ليجند، واو. سؤالي انه تحت شايفين العلامه 3 من 4، لو كملنا اوكي اوكي. احكي لي ايماء رقصه الهالوين ولا الرقصه؟ واو والله فخمة، هاي استعراض بتحطها قدامك بعد الكي خرافية. خلينا الفيديو جاي نفتح الكي وبنجربه، بنجرب معه الام 4. حاليا ايش رح نعمل؟ حاليا رح نجرب المادوكس والهولجر. طيب المادوكس نسخنا له تركيبات، هاي تركيبات المادوكس اللي بستخدمها، و ان شاء الله يكون الايرون سايت كويس. خلونا نبدا. لا يعني انا مش، لا ما يكونش بوتات.
زي ما انتم شايفين بوتات. خل نروح لجيم ثاني. يا رب ما يكونوا بوتات زي المره الماضيه. يا رب ما فيني حال يا سيدي. هارد بوينت هارد بوينت بس بدون بوتات. رجاء كمان كمان لعبنا جيمين وما دخلناش الا مع بوتات. ما معفن زي هيك دوم هنك يا اعطيني لعيبه. هسه بيجيب لك لاعبين يشقوا الارض. والله بتعرفوا يعني شو ما كان راح يكون اهون من يدخلنا ضد بوتات، فعشان هيك لازم اتاقلم. يعني بحاول اتذكر انه ما ارفعش صوتي وعاملهم كانهم حشرات قدامي. اوكي معي مادوكس. المادوكس طبعا لا توصل غريبه. عشان هيك عشان هيك صوت البحث يا ولد. انت بتبدي صارف صارف اكثر ما اخرك صار في عليك. جاي شو بتعمل انت في في انت مين؟ شو دخلك في الموضوع؟ هاي ستيم. يلا لا ستيم مشاني. ما بقدر يا اخ والله بموت بطريقه غريبه. الجرو ما احنا كان خلاص قوي كل خلاص ما حدش يلعب فيه يعني. مع السلامة يا زلمة. مطلع لراسك ليه ليه؟ على فكرة المادوكس كثير قوي يعني فيك تقارنه بالجرو هذا. بس شو اسمه؟ السلام عليكم. حلو بس خسرنا بعض يعني. عم طلعني يا عم عم طلعني. هولجر خرافي. خلينا نجرب هسه مع بعض. يعني انا من فتره جربت الهولجر ولكن يعني ما في ضرر لو جربنا مره ثانيه. اتوقع انا هاي ضريبه انه من 10 ايام تقريبا كنت كل جيم ادخله نيوك تاون. فهسه وقت الحساب. حسابهم عصير عصير عنب. اطلع اطلع السلاح رديء او تركيبات زباله ميكس بين الاثنين. يلا كويس لنا واحد. شايفك اوه كيف شلته. شو استفدت منه؟ شو استفدت هسه؟ السلام عليكم. من وين هيتم غدري حاليا؟ اوه يا جماعة نسفتهم الا شحطة 21 كل. خلاص يب تعال جاي هيك. ها تعال بقول لك. وين رحت؟ تعال تعال وين رحت؟ 31 كل بالهداوة. هذا جيم بالنسبة لي لو هذا الراوند ما كان يعني بنفس المستوى. يا اخي علي ايم نسوك الجمعة. انا عارف من ورا الباب ليش طلعت منه. وين هي؟ براسك براسك بنزل البريدتور عليه. طيب لا مش بسماعه متاكد ولا بعرف شو هي اساسا. والله بالغلط جبتك. تعال يا نوب تعال تعال ازنخش. لما هي تموت اخر راوند بلا هدف موتك. بالفيديو الجاي ان شاء الله عشان خلص بكفي لحد هنا. بالفيديو الجاي ان شاء الله AK47 بنطلعه بناخذ الاشياء اللي هون تمام. هاي الاشياء المميزه وبنجرب الM4 والAK47 تبعت الطين. كان هذا مقطعنا اليوم و سي يو.